أهلا باشمهندسين زملائي المهندسين وأبنائي الطلبة. في الفيديو الرابع من تعليم التصميم، تصميم الأعمال الميكانيكية، وإحنا في الفيديو دوت بندرس أعمال الصرف داخل المباني باستخدام برنامج ريفيت. إحنا في ابتدينا ان احنا عدلنا الاجهزة الصحية علشان تتوافق مع المتطلبات الميكانيكية، وبعدين عدينا الملف للعمل على الموديل الميكانيكي. والفيديوهات اللي بعد كده كنا بنتكلم بقى على تصميم الشبكة بتاعت المواسير، سواء كانت للصرف التقيل او الصرف الخفيف. النهاردة هنتعامل مع مقاسات المواسير. هل المقاسات المواسير اللي احنا عملناها اثناء تصميم الشبكة تتوافق مع الكود المصري ولا لا؟ فتعالوا مع بعض نشوف هل الاعمال ديت تمت بمقاسات صح ولا لا. هنروح مثلا هنا للدور الارضي. احنا كنا الفيديو اللي فات كنا خلصنا التصميم بتاع الرجال، حمام الرجال، وكان فاضل صرف الخفيف بتاع النساء في بقية الأدوار. فتعالى نشوف كده مقاسات المواسير الأفقية ديت سليمة ولا لا. احنا طبعا واحنا بنحدد مقاسات المواسير بنشوف الفيكتشر يونت، بنشوف اكبر فيكتشر يونت في نفس الفرع. يعني دي كده بعتبرها على خط واحد، فلما اجي اعمل المقاس بتاع الماسورة دي او دي او دي فبعملها بناء على الماسورة المجمعة هنا على نفس الخط، وكذلك برضو ده. فتعالوا كده نشوف لو احنا جينا عايزين نعمل مقاس للماسورة ديت هيبقى مقاسها كام. تعالوا نشوف كده الفلو فيها بيساوي كام. بيساوي 14 فيكتشر يونت، 17 فيكتشر يونت. فبالتالي محتاجين نروح للكود المصري ونشوف ال 17 ديت يبقى مقاسها كام. فالكود المصري بيقول لي طبعا في الجدول 4 4 اللي هي حساب مدادات الصرف الرئيسية الأفقية داخل المبنى او اللي هي خارج المبنى. بنسمي داخل المبنى دوت البيلدينج درين، وخارج المبنى البيلدينج سيور. فنلاقي ان احنا عندنا 2 بوصة اقدر استخدمها لغاية 21، طالما ان الميل هيبقى 2 سنتي لكل متر، فبالتالي 21. واقدر اني اتجاوز واصل ل26 لو كان الميل 4 سنتي لكل متر. فتعالوا كده نشوف الماسورة ديت فيها كام. فيها 17، فبالتالي انا محتاج 2 بوصة بس، وهي بالفعل 2 بوصة. فاذا الماسورة ديت كده سليمة. نيجي هنا، هي بتخدم يعني بيب، او بنسموها يعني الاسم العلمي ليها السفون الارضي. فالسيفونات الأرضية ديت أنا ما بجمعش الفلو فيها، هي واحدة بس فيها كفاية، وأي واحدة بتبقى تقريبا 4 فيكتشر يونت. فبالتالي الماسورة هنا هتبقى 4 فيكتشر يونت، فهي تحت قوي ال 21. وهنلاحظ إن مفيش عندي مواسير أقل من 2 بوصة، إلا اللي هي اللي خارجة بس من الفيكتشر ذات نفسه. يعني مثلا لو الحوض كان المخرج بتاعه 1.25، هيفضل 1.25 لغاية لما يشوف الخط بتاع الصرف اللي موجود في الأرض. لو 1.5 هيفضل 1.5 لغاية لما يشوف الصرف، ماسورة الصرف اللي في الأرض يعني. فهنا 2 بوصة، فبالتالي عندي الفرع ديت مظبوطة، الفرع دي مظبوطة. تعال نشوف الفرع دي، الفرع ديت ماشي فيها كام؟ ماشي فيها 21. تعالوا نبص كده، فقال لك لغاية 21 هيبقى 2 بوصة، فإذا هي مظبوطة. يبقى إذا المواسير الأفقية داخل حمام النساء مظبوط. اللي بقول لك عليه ديت، أهي دي ماسورة
جايه لي من الحوض، فهي ماشيه بنفس القطر بتاع الحوض اللي هو كان 32 لغايه لما تروح بقى في الماسوره ديت. فزي ما قلنا الماسوره دي هتفضل برضو 2 بوصه، وهي عندي 2 بوصه تمام. تعال نشوف بقى في الرجال، الفرع ديت ماشي فيها 15، فبرضو هتفضل 2 بوصه. الفرع دي هي اكيد 2 بوصه ديت بتاعت بلعات ارضيه. تعال نشوف بتاعت المبوله، ماشي فيها 12، فهي تحت ال 21، فهي برضو 2 بوصه. فاذا الافرع الافقيه داخل كل حمام هي مظبوطه. ناقص بعد كده نشوف الاقطار، الصواعد او الاعمده بتاعت الصرف، سواء العمود ده او ده او ده، يعني اللي موجود عندي هنا. قبل ما نروح كده تعالوا برضو نبص على بتاع التقيل. يعني احنا عملنا الخفيف، نشوف التقيل. يعني التقيل هنا، عندي 4 وهنا برضو عندي 4. تعال نشوف كده. طبعا انا عندي دوت الفنت جاي هنا وبعدين ماشي لغاية لما يوصل هنا. فتعالوا نبص كده نشوف الفلو هنا بيساوي كام. ديت الفلو المجمع قال لي ده هنا في عندك 40. طب 40 ديت هيبقى كام، بوصة؟ فهنلاقي ان انا عندي بيبتدي يعني الـ40. لو احنا جينا هنا هنلاقي ان انا عندي الاربعة بوصة اللي احنا كنا مستخدمينها بتصل الى 180، واحنا كنا ماشيين الميل بتاعي 1 سنتي لكل لكل متر. فبالتالي الاربعة بوصة هتبقى مظبوطة. يبقى اذا سواء في اللي احنا عملناه في حمام النساء او حمام الرجال مظبوط. طيب تعالوا نبص تاني. يعني بصوا، ممكن واحد يقول لي طب ليه ما اخدناش ديت، دي هنا عندي لغاية 42، فهو حاطط لي هنا يعني شرط اللي هو الشرط رقم 2. الشرط رقم 2 بيقول لك لا يزيد عدد المراحيض عن 2، انما انا هنا عندي 4 مراحيض، فبالتالي مش هقدر اخد الثلاثة بوصة. ده فضلا عن ان مخرج الصرف من القاعدة في القواعد اللي هي بتخدم الاستخدام العام بتبقى 4 بوصة. فاذا لغاية كده سواء كان المصير الافقية في رجال او سيدات، سواء كانت في الصرف الخفيف او الصرف التقيل هي مظبوطة. تعالوا بعد كده نشوف بقى الصواعد. الصواعد احنا اللي بيحكمنا فيها الجدول، ده جدول 4-2-4 يعني، او جدول 4-2. خلي بالك لما تبص على الجدول دوت هتلاقي ان هو بيتعامل، اول حاجة هو بيحدد ايه، بيحدد الصواعد، بيحدد مقاسات الصواعد. فقال لك مقاس الصواعد ده يعني احنا بنتكلم المبنى اكتر من 3 ادوار، طبعا بخلاف الدور الارضي ما بنعدش الدور الارضي، اكتر من 3 ادوار ولا 3 ادوار فاقل. فقسم الجدول بتاعه الى نصين، نص النص اليمين دوت اللي هو بيتكلم على اعمدة الصرف اللي هي بتخدم 3 ادوار او اقل، انما لو احنا هنخدم اكتر من كده فهدخل على الجدولين دول. طب في كل جدول في عندي رقمين، بيقول لي اول حاجة بص كده العمود الصرفي دوت بيخدم اكبر كمية من المواسير، اكبر كمية من الفيكتشر يونت بتاعته بتساوي كام، بشرط ان اي فرع ما تزيدش عن المقدار اللي موجود هنا، ما تزيدش عن مقدار الفيكتشر يونت اللي موجود هنا. طيب تعالوا نشوف الأول بالنسبة للدور الأرضي. تعالوا ناخد مثلا عارفين في الدور الأرضي هي الصرف التقيل دوت هو ملوش غير نفس الدور ده بيصرف عليه بالصاعد اللي موجود هنا ده وبس.
فتعالوا كده نشوف. قلنا الفلو اللي ماشي مقداره بيساوي 40. خلي بالك هو بيخدم 4 مراحيض، فبالتالي انا مش هبص على النص الشمال ده لان عندي الدور الارضي هو دور واحد بس خلاص، يبقى انا هبص هنا. فعندي 40، لو جينا بصينا هنا هنلاقي 20 ديت مش هتنفع، 48 هتبقى داخلة، بس في شرط ما يزيدش عدد المراحيض عن 6 مراحيض، لا يزيد عن 6 مراحيض، او لا يزيد عن عدد 2 مرحاض او عدد 2 حمام كامل لكل فرعة افقية للصرف، لكل فرعة افقية. فبالتالي لا يزيد عن 2 مرحاض في كل فرع افقية للصرف. انا عندي هنا كام مرحاض؟ انا عندي هنا 4 مراحيض، فهو تعدى الشرط 2، فبالتالي مش هقدر اخده ان هو بيخدم لي ايه ال3 بوصة، فلازم ادخل على ال4 بوصة لان عندي عدد المراحيض اكتر في الفرع الواحد، فبالتالي لابد يبقى 4 بوصة. طيب الفرع الواحدة هنا الشرط بتاعها قال لي انها ما تزيدش عن 160، طب احنا عندنا هي كام؟ هي 40، فاذا ال4 بوصة مظبوطة. يبقى اذا عندي في الدور الارضي ال4 بوصة سواء فرع افقية، احنا طبعا ديت قلنا انها مظبوطة، العمود بتاعها حقق الشرطين. طيب تعالى نشوف بالنسبة للأدوار التانية، يعني لو جينا هنا الفيرست فلور نمشين والصرف بيخدم ايه، بيجي لغاية هنا كده اللي هي ده. تعالى كده نبص على الأعمدة، محتاج انت كل شوية تبص في فيو تاني علشان الموضوع بيلخبط شوية يعني. ديت ونغير الاتجاه، نغير اتجاه اهو اللي هي السهمين اللي رايحين جايين دوت، ونبص كده اهو هنلاقي ادي الماسورة بتاعتي الافقية وجنبها الصاعد، بيبتدي الفيو من هنا وبينتهي هنا. وتعالوا نبص، خلي بالك ده هنشوفها ناحية الشمال، يعني نشوف في السكشن، هاتي في السكشن ناحية الشمال، ده كان بتاع الأرضي وده بقيت بتاع الأدوار، بيخدم فيه كام؟ 120 فيكتشر يونت، وكل دور بيخدم 40 فيكتشر يونت. طب ال 120 دي هتبقى يعني هتتوفر فيها الكلام ولا لأ؟ 120، فأنا دخلت على 240 صح؟ حلو أوي، يبقى إذا ال4 بوصة هتكفي. بالنسبة لأي دور بيقول لي إنها ما تزيدش عن الإيه؟ 160، وأي دور بيبقى فيها عندك 4. وهنا بيقول لك طبعا كان نمرة 2 ديت اللي فوق دي، لا يزيد عن 2 مرحاض بالنسبة للفرع الواحدة للفرع الأفقية، ولا يزيد عن 6 مراحيض أو عدد 6 حمامات كاملة للعمود. إحنا بنتكلم على ده، فبالتالي خلاص انا تجاوزت الكلام دوت، فانا بقيت موجود هنا يعني، فبالتالي ديت برضو هتفضل 4 بوصة. يبقى اذا عندي الاعمدة بتاعت الصرف التقيل سواء في الارضي او في بقية الادوار مظبوطة. نيجي نشوف بقى الخفيف، نروح هنا للجراوند، نبدأ بالجراوند، هنلاقي عندي صرف الخفيف بيصرف هنا اهو. او تعالوا الاول برضو عشان يبقى خلصنا التقيل نشوف المباول. انت عندك قلنا المباول بتاعت الدور الارضي هي ماشي فيها 15، دي كده حتى ماشي فيها 12 اهو. فيا ترى هيبقى الماسورة اللي هي بتاعت الصاعد دوت اللي بيخدم الدور الارضي اللي هو 12 هيبقى مقاسه كام؟ تعال نبص، 12 12 10، خلاص انا كده تجاوزت، فديت بقى عندي ال20 ديت اللي فيها. فاذا الماسوره 20 والفرع الرئيسيه بتاعتها لا تتجاوز 12 واحنا عندنا 12، فبالتالي لازم تبقى 2.5، فبالتالي لازم اغير
اللي هو المقاس بتاع الصاع دوت يبقى 2.5. فنروح طبعا انا بعمل له سيلكشن عشان اشوفه في السكشن. فاذا لابد دوت يبقى 2.5، فدوت كده هغيره يبقى 2.5. 2.5 فين؟ 2.5 ده بتاع ال تاني هنا كده، ادي الجراوند واحنا بنتكلم على الصرف ده. فاروح هنا وابص الاقي ناحيه ايدي اليمين، لما اجي ابص على السكشن نبص على السكشن يبقى ناحيه ايدي اليمين او ناحيه ايدي اليمين. فاذا ده بتاع فده كده هنا مع دي مع الكوع. وانا برضو عايز ان انا اخليكم ما تتلخبطوش، فتعالوا نبص على السكشن، نخلي الفيو بتاعه اللي هو ده، نعمل كده 90. وانا دلوقتي ببص على ده بس اهو، اللي هو ده، ونشوفه في السكشن. يبقى هو جاي بالاتنين بوصة مظبوط، ما فيهوش كلام، انما الصاعد لازم يكون 2.5. فبالتالي هاخد كمان التي، علشان التي ديت لازم تبقى مع المقاس الاكبر، وده 2.5. فالخمسين دي هتبقى 2.5 اللي هي 65. فبالتالي بقت 65 كده مظبوط. تعالوا نشوف بقى بالنسبة لبقية الادوار، يعني الدور الثالث. طبعا قلنا الماسورة الافقية مظبوط، انما مقاس الايه الماسورة اللي بتخدمه كام. تعالوا نبص عليها في السكشن ونشوف الفلو كله. السكشن نرجع كده، ادي الدور الثالث والسكشن ناخده اهو، ما ننساش ان انا يبقى السكشن بيبص عليه اهو كده، بادي من هنا ومنتهي هنا، وعندي الماسورة بتاعته. ونبص هنا في السكشن اللي هي الماسورة ديت، هنزل لتحت تحت تحت لغاية هنا اشوف ماشي فيها كام، فلاقي اللي ماشي فيها بيساوي 36. تعالوا نشوف 36 ديت تخدمها صاعد مقداره كام، واحنا قلنا اي فرع هتبقى 12. ها 36 احنا عدينا ال 20، ف 36 48 وما يزيدش عن 20 مظبوط، بس ديت لازم تبقى 3 بوصة. فبالتالي هنغير بقى ده كده، نخليه 3 بوصة، ده 3 بوصة اللي هو 80، وفعلا كان 80 تمام مظبوط، 3 بوصة مظبوط. يبقى احنا كده عندنا الصرف التقيل مظبوط. تعالى بقى نشوف الصرف الخفيف، هنبتدي بالدور الجراوند. في دور الجراوند نشوف ادي الصرف بتاع الرجال ماشي لغاية لما وصل هنا. دوت عندي كام الفلو ريت؟ عندي 17. نشوف 17 ديت هتبقى كام. 17 فانا عندي لغاية 20. 20 والفرع الرئيسية من اي دور 12. فنرجع كده تاني، دوت كام ده 17، فهو تعدى ال 12، فبالتالي لازم ادخل اللي بعديه، فلازم يكون 3 بوصة. فاذا الماسورة ديت لازم تبقى 3 بوصة. فنروح ناخد السكشن ونروح لده ونبص في السكشن، اعلمه علشان ما انساش. نبص في السكشن كده، ده طبعا الفرع الرئيسية هي مظبوطة، انما دوت لازم يبقى 3 بوصة. ده مع الكوع يبقى 3 بوصة. ده 50، لأ نحوله بقى ل3 بوصة اللي هو الايه 80. هنا بيقول لي مفيش مسافة عشان اعمل، يبقى المسافة اللي هي الصغيرة ديت، فانا هحرك دوت في الاتجاه اليمين ده كده شوية. ده نرجع بقى هنا، عندي 3 بوصة اللي هي 80.
برضو عنده مفيش مسافة، هحركه كمان شوية ده. طب منقول لك حاجة، كنترول زد ده بالظبط كده. هل كان في كنترول زد تاني؟ لا، يبقى كنترول واي. دي انا احرك ده ولا احركه ده؟ دي احركه شوية كده. يقول لي كورديناتي بوزيشن. طيب هرجي بقى ده كده، وعندي جراوند اللي هو ده، وهاخد معاه لغاية هنا تمام، واخد عندي ده واحرك لجوه شوية، كمان شوية كمان شوية كمان شوية كمان شوية. هل هياخد كمان شوية ولا هياخد اهو كمان شوية؟ كانسل بدا، هو اكتر حاجة يقدر ياخدها. نرجع تاني عندي للسكشن اهو، ودي معلى، ويبقى ده التلاتة بوصة عندي اللي هو التمانين برضو. برضو يبقى نحتاج ان احنا نحرك كمان السايد ده في الاتجاه ده كده. عايش طبعا، انتوا عارفين زي ما قلت لكم اللي بيشتغل في الريفت لازم يبقى يعني ايه عنده صبر. تمام، عملنا. هيبقى اذا تلاتة كده بوصة مظبوط بتاعت الايه الدور الجراوند. طيب جراوند برضو نشوف الناحية التانية، هو يبقى زيه، ادي الجراوند. ده اللي ماشي فيه كام؟ اللي ماشي فيه 21 ده 21، ودوت كان ماشي فيه كام؟ ده ماشي فيه 17. فهو اكيد ان دوت لازم يبقى برضه هو 3 بوصة ده. كنترول زد، خلي بالك وانت شغال عشان ايدك ممكن تخبط في حاجة عن طريق الخطأ ده اهو. ونبص على السكشن، لازم يبقى 3 بوصة. فاذا طبعا اللي طلع فوق ده ومكمل ده هيبقى فينت بايب يعني زي ما انتم شايفين. فكده ده مع ده ويبقى 3 بوصة. تمام، ده كده احنا ظبطنا الصرف الخفيف اهو 3 بوصة. علشان احنا رحنا 3 بوصة ليه؟ علشان ما خدناش 2.5 عشان كانت 17، هنا كان 20. 21 يعني مش هركز انا في الواحد دوت، لان نسبته بالنسبه للي بعديه هيبقى كبير قوي. يعني 160 علشان اروح ال 160 عشان واحد فيكتشر يونت، نسبه مش يعني مش مبرره مش مبرره. فكفايه عليه 3 بوصه، ما ينفعش ال 4 بوصه. طيب نروح بقى لبقية الأدوار، يعني مثلا نبتدي من الدور الثالث كده ونشوف الصرف الخفيف. الصرف الخفيف اهو بتاع بقية الأدوار. فالسكشن دوت هجيبه هنا، هبتدي بتاع النساء وهعلم على ده علشان ما يتوهش مني في السكشن. ونبتدي نبص كده هو فين اهو، نشوف دوت فيه كام. دوت ماشي فيه 63، يبقى اذا الصاعد فيه 63. طيب اي فرع ماشي فيها كام؟ نبص لدي كده، الفرع فيها 21، 21 و 63. يبقى 21 يبقى اذا انا تعديت الشرط، 61 برضو انا تعديت الشرط، ال 60 تعديت الشرط. فاذا ده لابد يبقى 4 بوصة. فنروح بقى ونشوف عندي الأربعة بوصة، فاحنا شغالين أربعة بوصة في السكشن ده برضو عشان ما ننساش. ادي التالت، واحنا عايزين نبص على ده عشان ما توهش. ده كده اللي هو بتاع ده اهو،
لا هل ده 4 بوصة؟ فعلا 4 بوصة، يبقى احنا كده شغالين مظبوط. ونفس الكلام برضو في حمام الرجال، ادي حمام الرجال اللي جاي له من هنا كام؟ اللي جاي له من هنا اللي هو 17. وبعد كده نبص على الفلو ده ونشوف دوت هيبقى ماشي فيه كام في السكشن. ده من فوق، يبقى اذا هو ده اللي عمله كده، ده 50 مظبوط، ما فيش مشكلة. ده ماشي في كام؟ في حاجة هنا السكشن خابط في حاجة تانية معاه. ادي التلاتة، ادي السكشن، سكشن ايوه همشي كده شوية علشان من ايه دي كده ودوت كده اهو، يبقى مش شايف غيره. نبص هنا على السكشن يبقى نبص بقى ده في كام؟ ده في 51. يبقى اذا الصاعد ماشي في 51، وبعدين الفرع، الفرع ماشي فيها كام؟ ماشي فيها 17. يبقى نروح هنا 51، انا تعديت 48، يبقى اذا هدخل على دوت، يبقى لازم يبقى 4 بوصة، وانا عندي الفرع تقدر توصلني لغاية 100. يبقى اذا 4 بوصة احنا كده ايه مظبوط. يبقى اذا مقاسات المواسير سواء كانت خفيف، الصرف الخفيف اللي بنسميه ويست، او الصرف التقيل اللي بنسميه سويل، مظبوط. وكان في بعض الاعمده احنا غيرناها، احنا كنا حطيناها باي ديفولت كده وبعدين بنعمل عليها تشيك في الاخر. يبقى احنا كده عملنا الايه مقاسات المواسير بتاعت الصرف. هيفضل بقى مقاسات المواسير بتاعت التهويه، وديت هنشوفها في الفيديو الجاي. نشوفكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله.